تعرفون لماذا سميت احتجاجات فيفري 2019 بالحراك الشعبي في الجزائر؟ بدأت المظاهرات في فبراير من عام 2019 رفضاً لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة ولمنظومة الحكم عامة. بعدها بأيام نظمت مظاهرات حاشدة في قرابة 40 ولاية جزائرية، مما وصفه مراقبون بالمسيرات المليونية. تعرفون ما الذي ميز الحراك الشعبي في الجزائر عن باقي الاحتجاجات في العالم العربي والإسلامي؟ حراك الجزائريين كان سلمياً باعتراف مفوضية جنيف لحقوق الإنسان. الشباب كانوا واعين ولم يتورطوا فيما يسيء لوطنهم، بل حافظوا حتى على نظافة الشوارع بعد انتهاء مسيراتهم. لم تحدث حالات تحرش بالنساء والفتيات اللائي شاركنا في المظاهرات وكنا في صدارة المشهد. شهادات أفادت أن بعض النسوة تعرضن للضرب والسجن لرفضهن التوقف عن ممارسة حقهن في التعبير عن آرائهن. في 2 أبريل 2019 أعلن بوتفليقة استقالته رسمياً، لكن المظاهرات استمرت وسط مطالب المحتجين برحيل الباءات الثلاث. إذن من هم الباءات الثلاث؟ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الدستوري الطيب بالعيز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. ثلاث شخصيات مركزية في نظام بوتفليقة بقوا في هرم السلطة بعد استقالة الرئيس. في 9 أبريل عين بن صالح رئيساً بالوكالة فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان. وفي 2 يوليو ألغى المجلس الدستوري الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مرشحين. واصل الجزائريون التظاهر سلمياً في معظم المدن، خصوصاً الجزائر العاصمة. اختير يوم الجمعة موعداً للاحتجاج والتظاهر لعاملين: الأول هو يوم عطلة، مما يوفر للمواطن حرية الحركة وعدم تضييع العمل أو الدراسة، والثاني رمزية اليوم عند المسلمين. سجلت مظاهرات خلال أيام الثلاثاء أيضاً نظمتها الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة وباحثين، كان لها دور بارز. في 25 سبتمبر من العام نفسه قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاماً على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره النافذ ورئيسين سابقين للاستخبارات ومسؤول سياسي بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة. أجريت تحقيقات واسعة وصفت بالانتقائية في شبهات فساد، وعلى إثرها نظمت محاكمات عدة. في 12 ديسمبر نظمت رئاسيات من غير توافق الجزائريين، نصب عبد المجيد تبون رئيساً بعدها، وهي انتخابات قاطعتها الملايين بنسبة بلغت أكثر من 60%. وفي 20 مارس 2020 بدأت شوارع العاصمة الجزائرية للمرة الأولى منذ بداية الحراك خالية من المتظاهرين، بعد قرار منع كل التجمعات لمحاربة انتشار فيروس كورونا. في 1 نوفمبر نظمت السلطة الجديدة انتخابات ثانية لتعديل الدستور، وهي الأخرى شهدت مقاطعة قياسية، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 23.7%. نظم الاستفتاء على تعديل الدستور الذي عد أحد أبرز مشاريع تبون، في حين كان الرئيس موجوداً في ألمانيا لتلقي العلاج من مضاعفات الإصابة بكورونا. لماذا تم فرض التصريح في الذكرى الثانية للحراك الشعبي؟ بعد نحو عام من التوقف بسبب أزمة كورونا، خرج آلاف الجزائريين للتظاهر، فعادت المسيرات إلى الشوارع. على إثرها قررت وزارة الداخلية فرض التصريح بالمسيرات من قبل منظميها، مما اعتبر واقعياً منعاً لها. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الشرطة تمنع أي مسيرة في العاصمة والمدن الأخرى، مع اللجوء للاعتقالات في كل أرجاء البلاد.
منذ عام 2019 إلى يومنا هذا نددت منظمة Human Rights Watch وغيرها من المنظمات غير الحكومية بما وصفته بالقمع المعمم، كما دان البرلمان الأوروبي توقيفات عشوائية مخالفة للقانون وحملة ترهيب ضد نقابيين وناشطين حقوقيين وحراكيين. زار الجزائر أكثر من مقرر أممي طالبوا السلطات الجزائرية بإطلاق سراح معتقلي الرأي والامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ووقف الترهيب. لماذا يصر الجزائريون على التظاهر السلمي؟ الحراك الشعبي مظهر من مظاهر الاحتجاج المدني المعاصر، امتاز بالوعي وتجنب العنف وسيلة للتغيير. تتفاوت صوره من مجتمع لآخر، إلا أن طبيعة الحراك واحدة وهي المطالبة بتغيير النظام السائد وبناء دولة مدنية تستجيب لمعايير دولة الحق والعدل والقانون.